مساء الخير، انا بسجل الفيديو ده بمناسبه اليوم العالمي للصناعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. من حوالي سنتين او 3 سنين، في 2017 بالظبط، الامم المتحده اقرت مقترح مننا كمجلس دولي للصناعات الصغيره بيكون في انشاء يوم عالمي للاحتفال باصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. اليوم ده تم اقراره ان كل سنه يوم 27/6 او 27 يونيو يتم اسمه اليوم العالمي للمشروعات الصغيره المتوسطه ومتناهيه الصغر، او جلوبال MSME داي. النهارده احنا بنحتفل بالسنه الرابعه لليوم ده. حابب اوجه اولا تحيه وتهنئه لكل اصحاب المشروعات الصغيره المتوسطه ورواد الاعمال في كل العالم، ان هم في ظل الظروف اللي احنا فيها، الكورونا وغير الكورونا، ان هم بيحاولوا وبيجتهدوا فعلا، يعني بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا ان هو يكونوا اصلا اصحاب مشروعات قائمه. ان حد يكون صاحب مشروع دي حاجه على فكره مش سهله. في ناس بتفتكر نفسها تتخرج من الجامعه وتكون صاحب مشروع او رائده اعمال، في ناس تانيه بتفتكر انها مهنه تحطها بطاقه. الحقيقه لا، صاحب المشروع ده بيعاني وبيواجه صعوبات كتير جدا، وبياخد من وقته الخاص اللي هو ممكن يقضيه مع اهله وقرايبه وعيلته واصحابه، ان هو يحط عرق ومجهود كبير في شغله او شركته او مشروعه. فلكل اصحاب المشروعات بقول لكم كل طيبين، ولكل رائدات الاعمال وصاحبات المشروعات بقول لكم انتوا كمان كل طيبين، وكل واحد بيجتهد في مشروع ربنا اكيد هيديله على قد الاجتهاد ده، واشكركم.